بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عظمة الله أنه لا يشبه شيئا من خلقه، غاية البيان في تنزيه الله عن الجهة والمكان. وممن نقل الإجماع على تنزيه الله تعالى عن الجهة والمكان الشيخ إسماعيل الشيباني الحنفي، المتوفى سنة 629 للهجرة. قال ما نصه؟ قال أهل الحق: إن الله تعالى متعال عن المكان، غير متمكن في مكان ولا متحيز إلى جهة، خلافا للكرامية والمجسمة. انتهى. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.